بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اشرح صدوركم ويسر أموركم وحل عقدة من لسانكم. اللهم اجعل هذا العيد يكون يوم عيد حقيقي لكم ولنا يا رب العالمين. عواش لكم بروكا يا أحباب شفية المغربية. إذا اليوم معنا واحد الصيغة ربانية لجلب المحبة بين أفراد الأسرة، أفراد العائلة، وصفة خطيرة جدا اللي غادي تحطوها إن شاء الله، وربي غادي يزرع المحبة والمودة بيناتكم. إذا أحبابي، الناس اللي عندهم قلة التفاهم، الناس اللي عندهم سحر النفور، الناس اللي دائما عندهم مشاكل في البيت، الناس اللي عندهم دائما قلة التفاهم، إذا تاخدوا ورقة وستيلو تكسبوا هذه الفائدة، تبقى عندكم دائما ديروها من تحسوا بالوقت تبدلات عليكم، تحسوا بأن كاين مشاكل في البيت، تحسوا بأن طاقة سلبية مع الزوج، ما بقاش لا حب لا حتى شي حاجة، كاين تحراش، كاين السحر، كاين توقف الحال ما بين العلاقات. إذن المرأة تقدر تديرها ما بينها وبين الزوج ديالها. المرأة اللي عندها وليداتها عندهم نفور، دائما عندهم مشاكل ما تيتفهموش، وتينود الصداع والمشاكل مع الأسرة. إذن الناس اللي باغين هذه الفائدة رخيصة جدا، ولكن الطاقة الإيجابية ديالها طاقة رائعة، طاقة بالقرآن الكريم، فائدة رائعة بالقرآن الكريم. ولكن الناس اللي باغين يديروها تكون المرأة نقية على طهارة، تكون عندها طاقة إيجابية، هتخدمها بالليل وهي ساكتة، غادي إن شاء الله تصلي ركعتين لله، وغادي تجلس وغادي تسبح باسم الودود، يا ودود يا ودود يا ودود، تسبح باسم يا ودود يا ودود يا ودود 1000 مرة، بالنية تسخير الأبناء، بالنية تسخير الزوج، بالنية المحبة المودة الدائمة، تكون القنينة فارغة أمامك. قبل ما تديري لها السكر غادي تنفتي على القنينة، تنفتي على القنينة الفارغة، فارغة ما فيها لا سكر لا تيش حاجة، تبقاي تقراي اسم الودود 1000 مرة وغادي تنفتي على القنينة. من بعد غادي توضعي لها السكر بحال هكا، قنينة تكون فارغة، بعد ما نقرا عليها اسم الودود 1000 مرة، وانا بعد ما صليت ركعتين استجبت مع الله، طلبت المحبة، طلبت المودة، طلبت ان ربي غادي يعيني على ابناء ديالي او يعيني على الزوج ديالي اللي ما بقاتش بيني وبينه المحبة. غادي نوضع السكر حبيبات، السكر حبيبات هو اللي غادي ان شاء الله توضعيه في القنينة بعد ما قريتي عليها اسم الودود. اذا غادي نحتاجو القرفة، نحتاجو التمر، التمر على حسب عدد الناس اللي عندك، الا كنتي انت والزوج ديالك غادي ديري 2 تمرات، كانوا افراد العائله تتكون من 5 افراد غادي ديري 5 تمرات. اذا القرفه بعدد الاشخاص، هي القرفه بعدد الاشخاص، غادي ان شاء الله غادي. اذا احبابي غادي ناخذ التمرات وغادي نعمرهم بالحنه، الحنه بودرة او الحنه اوراق ان شاء الله بحول الله. غادي نحط الاسماء ديال افراد العائله، اسماء ديال الاشخاص ديال ولادي او ديال الزوج ديالي، وتنتي حطي راسك، تنتي المراه تحط الاسم ديالها في، تحط الاسم ديالها في تمره مع الحنه بعد ما قرات يا ودود 1000 مرة على القنينه. وضعنا السكر، السكر ان شاء الله من غادي نوضعو، غادي الوقت اللي نحط السكر غنقرا 1000 مرة يا جامع يا جامع يا جامع، اللهم اجمع بيني وبين افراد الاسره فلان وفلانه للمحبه والموده، يا جامع يا ودود يا جامع يا ودود يا جامع يا ودود، حتى اكمل. بعد ما غادي نحط السكر نقدر نقول يا جامع ونقدر نقول يا جامع يا ودود، انت في الاختيار، ولكن التمرات غادي تعمريهم بالحنة مع ورقات بالأسماء ديال الأشخاص اللي بغيتيهم يدخل المحبة والمودة والجمع والمحبة. إذن إلا كان الزوج ديالك تيخرج بزاف، أو الوليدات ما تيبغيوكش، أو الوليدات ما تيحنوش فيك، أو ما بيناتكمش الجمع والمحبة والود، غادي تقراي اسم يا جامع يا ودود
ألف مرة ألف مرة. غادي تقراي واحد الآية من سورة، غتقراوها سبع مرات، غتقراوها سبع مرات. بعد ما نحط التمر بحال هكا، نحط التمر بحال هكا على حسب الأشخاص، نوضع الحنة ونثبت هاد التمر اللي فيه الأسماء ديال الأشخاص. بعد ما قريت أسماء ألف ألف مرة، وغادي ندير قطع القرفة بأسماء الأشخاص اللي بغيتيهم، ديال الأشخاص اللي بغيتيهم. القرفة، أعواد القرفة، نحط أعواد القرفة بأسماء الأشخاص اللي بغيتيهم. وأنا تنقرأ اسم الودود يا جامع. بعد ما غادي تكملي، غادي توضعي الآية سبع مرات، الآية من سورة ياسين. ودللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، ودللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. نقراها سبع مرات. بعد ما غادي نخليها بحال هكا، غادي نسد القنينة، غادي نسدها بالغلاقة ديالها، وغادي نحطها في البلاكار عندي. ندير لها منديل أبيض، منديل أبيض. كل شهر غادي نقرأ، نحل القنينة ونقرأ عليها مية مرة اسم يا جامع واسم يا ودود، ونقرأ هذه الآية سبع مرات. ودللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، ودللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. غادي نوضع قليل من الريحة، أي ريحة أي ريحة، غادي نوضع شيء قليل ديال الريحة، نوضع هنايا، وغادي نسدها سدة واحدة، وغادي نخليها ما يشوفها حتى حد، ما يراها حتى حد. غادي يزرع الله المحبة والمودة بينك وبينها. إذن الحنة غادي توضعوا قليل من الحنة مع السكر، وتقولي يا حنان يا حنان يا حنان، بغيت ولدي فلان والفلانة يحن عليا ويبغيني، يا حنان يا حنان يا حنان، بغيت ولدي فلان ولد فلانة يحن عليا، أو الزوج ديالي يحن عليا، يا حنان 21 مرة. وغادي نسد هاد القنينة، غادي نسدها على نية السمع والطاعة. إذن غادي نديرها على السمع والطاعة. إذن حاولوا أنكم تديروها بيقين، والله المستعان. مرة مرة غادي نحرك كل شيء، المكونات حركة، حركت هاد القرعة للمحبة والمودة بيني وبين أشخاص اللي ذكرتي بالأسماء، وتحاولي أنك تذكري الأسماء ديالهم. إذن المحبة والمودة مع جميع الناس أو مع أولادك. إذا كان عندك ما كاينش محبة بينك وبين الزملاء ديالك في العمل، تهما نقدر نحطهم في القنينة. إذن أحبابي، لعجبتكم الصيغة خليوا لي لايك، دعموا القناة، فعلوا الجرس، أبوناو بحول الله وقوته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.